خلينا نحط الولد بالعرباية. خلينا نطلع هدول الاثنين لبرا المشفى مع الطفل. إذا كان ملهر هون ما رح يقدر يكتشف شيء. خليكن هون وملهر ما لازم يشوفك نهائيا. طيب ليش الشرطة هون؟ معقول الشرطة عرفوا بخطتنا وجايين ياخدونا؟ لا مو معقول، لا تخافي. اسمعي أنا هون ورجال الشرطة أجوا على المشفى مشان قصة تانية غيرنا، فهمتي؟ خدي الولد وروحي وانتي مطمنة. يلا ابني موكش انتبهوا، انتوا لازم تكونوا حذرين. إذا بيصير أي شيء سيء لأبني بغيابي صدقوني رح تندموا كتير، عم تفهموا؟ ماشي عطيني إياه. تأخرنا لازم نمشي فورا. حبيبي موكش انت لا تخافي، امشوا يلا امشي يلا. يلا بسرعة يلا. انتبهوا أمي، تعي عشو عم تخطط سنبدا؟ نحن أكيد لازم نعرف بشو عم تفكر. اليوم أنا رح خليها تاخد درس مرتب قدام ملهر. سيدي فتشنا الطابق بالأرض ومع الأبو وما لقيناها لموجدة. سيدي فتشتوا هون؟ فتشنا بكل مكان وما لقينا شيء أبدا. لازم نفتش بكل الطوابق العلوية لأني متأكد موجدة موجودة بهاي المشفى. خلونا نبلش. أي دكتور. أنا دفعت لك كتير مصاري، هلأ كل المطلوب منك تجهز لي شي تقرير لحتى ما حدا يوقفني بالمطار وأقدر انقلها لموجدة لمكان بعيد كتير عن هالبلد. سيدي 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 رجاله لملهر كلياتهم صاروا جوا بالمشفى. شو عم انت فيك شي؟ لك قلي شو عم تحكي وتخبص انت؟ شو اللي عرفه لملهر؟ ليش لحتى يجي لهون؟ لازم نبعد، لازم نبعد موجدة من هون فوراً وإلا رح تصير مشكلة كبيرة. سيدي أنا عندي حل ممتاز، أنا جبت نقالة من المستشفى وفينا نحن نستخدمها، منغطي موجدة ببطانية ومنطلعه لبرات المستشفى. لا تخليني أضربك هلأ، وين مخك؟ شو فكر؟ مفكر إنه ملهر كتير شرطي غبي وبينضحك عليه؟ ليش برأيك هو مساعد مفوض بالشرطة؟ من كل عقلك مفكر إنه أنت فيك تغطي مريض وتاخده بالنقالة وهو يتركك هيك تطلع عادي؟ طلع فينا، إذا ملهر شك بالقصة رح يفتش كل النقالات واحدة واحدة بإيده، فهمت؟ فكر لي بحل تاني أحسن، لاقي لي طريقة تكون أفضل، فكر بشي تاني. الدكتور فكر معنا.